كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر في أمن وأمان. حقيقة يعني احتفالية 6 أكتوبر دي السنة دي المفروض يبقى ليها احتفال خاص، لأن يمكن ألف حمد وشكر، ألف حمد وشكر. ربنا طبعا يرفع البلاء عن أي بلد وعن أي شعب، ولكن يمكن إحنا من القلائل اللي بننعم بالأمن والأمان. يعني تحيا القوات المسلحة وتحيا مصر ويحيا الشعب المصري المثابر القوي اللي عنده صبر، اللي عنده نضج يخليه يعرف إمتى يتحرك وإمتى يبقى واحد، إمتى يقف قدام الخطر، إمتى يصبر وإمتى يتكلم. إحنا عدينا بحاجات كتير جدا 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 ووقفنا، حتى لو عندنا مشاكل، حتى لو عندنا ضائقة، حتى لو عندنا أي حاجة في الدنيا، ولكن إحنا ما زلنا عايشين في أمن وأمان، وما زلنا بنقاوم، وما زلنا بنبني، وما زلنا بنعمر، وما زلنا بنعمل مبادرات، وما زلنا بنعمل تأمين صحي، وما زلنا بنخدم الناس، وما زلنا بنعمل حاجات كتيرة قوي. ويمكن عشان إحنا غير البلاد التانية كان كل حاجة عندنا مدعمة وكل حاجة رخيصة جدا جدا جدا، وده كان بيخسر مصر كتير قوي وبيوقعها في ديون كتير قوي. أي زيادة بسيطة بتخلي واحد يتخض، وأنا أقسم بالله إن الكلام ده من قلبي، وأقسم بالله إن أنا ما حد بيقولي قولي أو ما تقوليش. لكن فعلا فعلا لما تسافر برا مصر تحس قد إيه مصر بلد كل حاجة متاحة فيها، مش بالفلوس اللي ممكن تتخيلها، ولكن الزيادة البسيطة اللي حصلت دي كانت لازم عشان نطلع لقدام. مصر بتدبر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبتعمل مشاريع تدخل فلوس مصر، وبنعدي بأزمات كتير قوي 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 بفضل الله وبفضل رئيسنا. أشكرك يا رئيس، وكل سنة بإذن الله وإحنا طيبين وإحنا آمنين وإحنا إيد واحدة وإحنا مبسوطين، وحتى لو عندنا مشاكل مفيش بلد في العالم مفيهاش مشاكل، مفيش بلد في الدنيا مفيهاش مشاكل. أنا نفسي بس إن إحنا نعرف قيمة اللي بيحصل حوالينا. يعني أنا لو كنت توك شو، لو كنت برنامج سياسي، لو كنت يعني خصصت حلقات وحلقات وحلقات عن انت ليه وطيت تحيا مصر؟ لا تفضل تحيا مصر عالية جدا. كنت عملت حلقات وحلقات وحلقات عن انجازات مصر رهيبة، اللي لما حد بيسافر وبيرجع يقولك عملته 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 كل ده امتى. بس للأسف الشديد احنا بننسى الشوارع اللي كانت واقفة 24 ساعة، بننسى المشوار اللي كنا بنروحه في 3 ساعات و 3 ساعات ونص. لما اتعملت لك كباري وشوارع وتوسعت وبقيت بتروح في ده في دقيقة وده في ثانية وده بتاع، ما قلتش شكرا، ما قلتش ازاي ده حصل من غير ما نقفل شوارع، ازاي ده اتبنى واحنا موجودين عادي وماشيين في نفس الشوارع دي، ازاي قعدتوا تخططوا ان نفس البلد دي بنفس الشوارع دي بنفس الحاجات دي بنوصل نفس المشاوير، ولكن في اقل بكتير قوي، فتوفرت لنا بنزين وتوفر حياتنا وتوفر وقت وتوفر وتوفر. انا لو قعدت اتكلم عن الحاجات اللي اتقدمت فيها مصر هقعد كتير قوي 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 قوي. هتسيب انت كل ده وتمسك في البطاطس اللي كترت والبصل اللي كتر للاسف يعني. لازم نفضل نقول تحيا مصر طول الوقت، وكل ما يعدي علينا نصر اكتوبر نعرف قد ايه احنا عظام. وفي 6 ساعات قدرنا نعمل اللي الدنيا كلها شافته وشهدت عليه. الارض غاليه جدا جدا جدا، وفي ظل كل الصعوبات اللي احنا فيها دي، وفي ظل الضغوط، وفي ظل كل شيء، لم نفرط في شبر من مصر. شبر
الضغط علينا من هنا ومن هنا ومن هنا، وقفنا وكملنا وهنقف وهنكمل. تحيا مصر.